بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والرضا عن الصحابة أجمعين. نفتتح هذا احتفالنا بمناسبة دخول أشقائنا إلى الإسلام الدين الحنيف بقناعتهم الشخصية. أول ما نبتدأ به هو آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ محمود عبد العزيز، وهو أحد النزلاء داخل هذه المؤسسة، مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاجورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. نشكر ضيوفنا الكرام، وأما الآن كلمة مع كلمة مدير المؤسسة الأفندي رضا المعمري يلقيها إليكم هو بذاته. ماشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أن أحيي كل الحاضرين في هذا اليوم من ضيوفنا من مكتب تعليم تاجورة والمشرفين على الحفل من مدرسة الهداية، اللي كان لهم دور كبير في توصيل بعض مبادئ ديننا الحنيف وديننا الإسلامي إلى بعض الأشقاء الأجانب اللي موجودين داخل المؤسسة، اللي مكتوب عليهم القدر إن هم يقضوا محكوميتهم أو الوقف الجرم الجنائي اللي يقع عليهم. نرحب ترحيبا كبيرا جدا بأخواننا الأفارقة اللي انضموا إلى الدين الحنيف، إلى الدين الإسلامي. وهالحفل البسيط هذا جدا أقل شيء وأقل تعبير من قبل المؤسسة والعاملين بها فرحة بانضمام عدد من الأشقاء الأفارقة إلى الدين الإسلامي. ونسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع، ونحن في عون أي شخص في طريقة إلى الهداية، سواء كان من أي ديانة أخرى أو أي نزيل داخل المؤسسة في تلاوة القرآن أو في حفظ القرآن. ونسأل الله العظيم أن يفرج على الجميع ويوسع كربتكم ويفرج على كل شخص داخل المؤسسة، وإن شاء الله بإذن الله الإفراج على الجميع بإذن الله في بعض القضايا في عفو عام بإذن الله سيكون له دراسة مستقبلية معنا ومع وزارة العدل. أحب أن نطمن مجموعة من ناحية الإفراج الصحي، سيطبق الإفراج الصحي على بعض النزلاء، وسينقوموا بحفل بسيط جدا لبعض إخوانكم المصابين اللي يعانوا من بعض الأمراض المزمنة. وأنتم زي ما تعرفوا أن ليبيا ما زالت دولة حديثة في بعض المؤسسات وبعض المشاكل اللي تواجه الدولة.
نطلب منكم أنتم المساعدة بالالتزام والاحترام التعليمات واللوائح والقوانين المعمول بها، واللي باستطاعة المؤسسة من أي أفعال إدارية وأعمال لصالح النازل وصالح المؤسسة، مش هنكون احنا مقصرين مع أي شخص. هالحفلة البسيطة تكريما لإخوتنا الأفارقة اللي انضموا للدين الإسلامي، تم تسمية الإخوة بأسماء محمد وعبد الله وعلي. محمد وعبد الله وعلي هادو أسماء السجناء النزلاء الأفارقة اللي انضموا إلى الدين الإسلامي. نأمل منكم إنكم أنتم تساعدوهم في فهم الأمور الدينية حتى ولو اللي تعرفوه، بالإضافة إلى الوعاظ والمشايخ اللي موجودين هنا حيقوموا بدورهم، وأنتم كنزلاء وزملاء موجودين معاهم حاولوا إنكم أنتم تقدموا لهم يد العون في أي أمور. وبالنسبة لنا احنا حنكونوا متواصلين معاكم والباب مفتوح للجميع، وشكرا وبارك الله فيكم ومشكورين على حضوركم، والسلام عليكم. أما الآن كلمة يلقيها لنا أحد الضيوف الكرام الأستاذ عبد المجيد خلف الله، فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أصبح عليكم بالخير طبعا، وأشكركم وأشكر الناس القائمة على هذا العمل وهذا المجهود في إدخال إخوتنا إلى الإسلام وإعطاء الإسلام بالصورة للمطلوب منا أن نحن نكون ساعيين فيها. ما هي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجل إلى الإسلام خير من حمر النعم. فهذه نعمة من الله أنعم الله بها علينا جميعا، وبالأخص على هذه المصلحة والناس المشرفين عليها والقائمين. فباسمي وباسم إدارة وحدة التفتيش تجورة أشكركم على هذا العمل، وأسأل الله العلي القدير أن يكون في ميزان حسناتكم ومن الناس الذين قاموا واجتهدوا حتى وصلوا إلى هذا اليوم الذي نحتفل فيه. فبارك الله فيكم وسدد خطاكم وفرج عن الجميع إن شاء الله تعالى. هيا علي، هيا علي، هيا هيا علي، هيا خذها استاذ نصر خدم لنا. نشكر قناة التناصح لحضورها وموافاة هذا الحدث، ونشكر جميع الحضور والقائمين عليها تو الشهادة يلقوها أمامكم الثلاثة مع بعضهم، ويلقيهم لهم الأفندي رضا. تفضل يا محمد يا علي يا عبد الله، أشقانا و إخوتنا في الدين الإسلامي الجدد، نسأل الله أن يثبت خطاهم في ديننا الحنيف وأن يفرج كربهم بإذن الله. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. أم محمد، محمد، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. اسمك؟ الاسم مصطفى. قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد والله والله إلي الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد والله محمد رسول الله. قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. رسول الله. كنا سلم يا رب.